يسعد مساكم. قالوا زمان من تواضع لله رفع، يعني ارتفع بالبلدي كده. لكن اللي ماشي ومعلق مناخيره في السما كده هو، مالك يا أخ مالك؟ مالك يا ست الهوانم؟ هل بارم ديله فرع من العيلة وإحنا ما نعرفش؟ عشان بس نبقى عارفين يعني ونتعامل على هذا الأساس، التكبر هي صفة من أسوأ الصفات، أما التواضع فهي صفة إنسانية قيمتها عالية جدا. وبيدخل تحت بند التواضع معاني كتيرة جميلة، منها احترام الآخر مهما كان هذا الآخر مستواه ماديا أو اجتماعيا أو علميا أقل من حضرتك، تواضع الأستاذ مع تلاميذه، تواضع مدير مع موظفينه، تواضع مع الناس اللي بتساعدك في البيت، التواضع مع كل خلق الله. كل ده بيخلق بيئة كلها حب وإنسانية. المتواضع بالمناسبة كمان دايما شخص محبوب وصريح مع نفسه، يعني لما يغلط بيعتذر، ما بيكبرش، وإذا ساعد حد ما بيكونش مستني مقابل أو إطراء، ولا يفتخر بنعم ربنا عليه ويتنطط على الناس، ما بيطلبش من اللي حواليه يفخموا فيه ويبجلوه. الغريب إنك تلاقي بعض من الناس تفتخر إنها من العيلة الفلانية، وصل جدي باشا، وصل جدي مش عارفة بصر إيه. أنت تعرف إن دي عيبة في حقك، لأن المفروض تكون فخور بإنك شخص كويس، إن أنت اللي عملت نفسك، لكن كونك من العيلة الفلانية ولا العلانية ده مش إنجاز حضرتك ولا عمل مهم عشان تفتخر بيه. ناس تانية برضو من الناس تتفاخر وتتباهى باستفزاز بعربياتها وممتلكاتها ومناصبها، أو يتكلم عن نفسه كتير، أو عاوز من اللي حواليه يمدحوه طول الوقت، وده علاجه إنك تتجاهله، تتجاهل أصلاً إنك تسمعه أو تناقشه أو تديله أي اهتمام. بعض الناس يا جماعة يقولك أنا بتواضع مع بني أدمين غلط، بيستغلوا تواضعي وبيعاملوني وحش، أو يشيلوا الاحترام والحدود ويفتكروا التواضع ده ضعف. هرد عليكم بكلام مولانا جلال الدين الرومي لما قال لا تسرف في التواضع، فهو يفقد الناس القدرة على رؤية الحدود. ما تتعاملش صحيح بتواضع زيادة مع المستغل لما تتأكد إنه مستغل أو من اللي بيحاول ينقص من قدرك، ساعتها تكبرك على المتكبرين صحيح ممكن يكون هو الحل. اوعاك تكون انت الشخص المتكبر، لان المتكبر دايما متسرع، ولانه ما بيسمعش نصيحة اللي حواليه وفاكر نفسه العالم بكل الامور، بيلبس في الحيط وبيفشل في أمور حياته، والأهم إنه بيكون إنسان مكروه من اللي حواليه، وتلاقيه دايماً بيحاول يداري نقص جواه أو ما عندوش ثقة في نفسه فبيداريها في الغرور ولا التفاخر. والمتكبر باستمرار بيتحول معاه الموضوع لأمراض نفسية. وادي نموذج بنقابله كل يوم. اهلا، والله العظيم ليك وحشه يا ابو سمير، اتبسطت قوي يا اخي انك شرفتني في الكافيه بتاعي. ايه رايك في الكافيه بتاع المتواضع القمر ده يا عم سمير؟ يا سيدي الشرف ليا، انا كنت بصراحه يعني وحشني. والله العظيم وانت يا سمير وحشني جدا، ومن ساعه ما بقيت مدير الشركه قد الدنيا ومش عارفين نتقابل خالص يا جدع. حاجه بصراحه كده، انا كنت عايز منك خدمه صغيره. الامرني يا ابو سمره، امر يا جميل. بصراحه انا كنت عايز احجز مكان في الكافيه يسع لحوالي 30 فرد. لا حول ولا قوة إلا بالله، انت بتقول يا سمير المكان بتاعك؟ ايه المكان كله تحت امرك يا جدع؟ وبعدين ده عيد ميلادك بقى انت ولا المدام ولا ايه المناسبة يعني؟ حقيقة انا عامل حفلة مفاجأة للموظفين عندي كلهم، عشان يعني ارفع الروح المعنوية والتيم وورك والشغل اللي بالك فيه ده. وكمان عملوا هم الحقيقة مجهود جبار الشهرين اللي فاتوا، فقلت مفيش احسن من مكان صاحبي وحبيبي. حفلة؟ والله انا تحت امرك، بس يعني. بس ايه؟ لا مفيش يعني، بس يعني انت مش شايف انك مدلع الموظفين بتوعك؟ يعني كده هياخدوا عليك ويشيلوا التكلفه بينك وبينهم، وده اكبر غلط اسمع مني يا ابو سمير. بالعكس بقى، انت اللي غلط. التواضع مع الناس عمره ما كان غلط، وبعدين لولا مساعده الموظفين دول ليا ما كنتش بقيت مدير شاطر وراجل اعمال ناجح. يا عم خلاص يا عم سمير، انت حر، دي كانت وجهه نظر، حصلش حاجه يعني. لا حصل بقى، وكل مسؤول في مكانه أو دكتور في مستشفى أو مدير في مصلحة لازم يكون رحيم وسهل ولين مع الناس اللي بتشتغل معاه.
المناصب مهما كانت عالية لو ما علمتناش التواضع والإنسانية والرحمة يبقى ملهاش أي قيمة. عزيزي بارمديله، عزيزتي اللي برمديلها، المتواضع دايما كل اللي حواليه يحبوه ويقدروه ودايما مدعو في كل لحظة وحين. المدير المتواضع اللي شغالين معاه يحبوه ويخلصوا في شغلهم عشانه وعمرهم ما يحقدوا عليه أو يحسدوه، خصوصا لو كل فترة قاعد معاهم وكل وسطيهم وحسسهم بأهميتهم وسامع مشاكلهم واعتبرهم شركاء ليه في النجاح. التواضع صفة العظماء، وعمر التواضع ما يقلل من قيمة إنسان، وعمر التكبر برضه ما يدي الإنسان قيمة. الغريبة إن الأساتذة دول شايفين إن هم الصح وإن أنت اللي كائن فضائي، وإن اتكلمت ولا اعترضت ولا قلت آه يا عيني ولا آه يا ليلي يقولك يا سيدي ما حصلش حاجة. ما حصلش حاجة؟ لا يا فندم، ده حصل وحصل وحصل وحصل.